أكدت الدكتورة مريم الجلاهمة رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خلال اتصال هاتفي لبرنامج بكم نعود، أكدت أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على تقديم أفضل العلاجات للمواطنين والمقيمين، مشيرة إن اعتماد مملكة البحرين دواء ستروفيماب للاستخدام الطارئ في علاج الحالات القائمة من فيروس كورونا سيسهم في خفض عدد الوفيات بنسبة 85%. هذا الدواء مختلف انه يحتوي على مضادات جاهزة، اجسام مضادة من نوع اللي احنا نسميه الاجسام المضادة الاحادية النسيلة، يعني مونو نوكليير. هذه الادوية شنو ميزتها؟ هي تلتحم بالبروتين اللي موجود على الشوك اللي على سطح الفيروس وتخليه غير قادر على اختراق الخلية في الجسم، فبالتالي يعتبر يعني اكتشاف علمي مهم جدا لأنه راح يضعف الفيروس، فإحنا وفرنا اللقاح اللي يمنع الإصابة. لكن لو صارت الإصابة لا سمح الله عند ناس وعندهم حالة يعني معرضين للخطر بشكل أكثر وما عندهم مناعة كفاية، لو دخل هذا الفيروس جسمهم، هذا الدواء اللي يحتوي على الأجسام المضادة ممكن يعيق الفيروس من أنه يدخل الخلية ويسبب المضاعفات اللي احنا نشوفها اللي تؤدي إلى الدخول للمستشفى والإصابة بالمرض الشديد أو الوفاة لا سمح الله. يعني كل ما احنا دخلناه أو استعملناه حالات اللي أكثر عرضة، مثلا خلينا نقول أشخاص اللي في الأعمار الكبيرة أو حتى في الأعمار الصغيرة اللي عندهم أمراض تأثر على المناعة، بس بشرط أنه يكون في المرحلة بداية ظهور الأعراض البسيطة، لأن حتى لو بهذا الدواء، أي دواء عندما يحصل التلف في الرئة يكون من الصعب علاجه. فلذلك إحنا خلينا نقول أن هذا الدواء من بعد التطعيم، هذا الدواء إذا الشخص انصاب فيه وقدرنا ندخله في المرحلة الأولية أول ما تبتدي تظهر الأعراض البسيطة على الأشخاص، بالتأكيد يعطي حسب الدراسات نسبة 85% يخفض في عدد الوفيات.